السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. الله يرفع قدرك يا شيخ. أنا كلمتك من يومين، أنا من سوريا. قلت لفضيلتكم أن عندي بعض المسائل تحتاج إلى توضيح. طيب، يعني المطلوب إيه بالضبط؟ بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، كيف لي أن أجمع بين قول الله عز وجل في أيدي الحرابة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المشرك الذي قال للصحابي أقتلته بعد أن قالها؟ ما في تعارض أصلا، كان حرب. تعارض؟ لا، ما في حرب، كان قتال وأسلم في القتال، إنما هذا في المفسدين في الأرض الذين يروعون الآمنين. نعم، ما فيش تعارض أصلا. الآية تقول يا شيخ، أنا حسب فهمي، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. طيب، والحديث أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متوافق مع الحديث، هو تاب قبل أن تقدر عليه. لا، باب آخر، عفوا، هذا أسلم، كان كافرا وأسلم. نعم. والتوبة تجب ما قبلها. تمام، يعني صحيح كما قرأت أن آية الحرابة تخص المسلمين والحديث يخص المشرك، بس لازم تعمل تابوا أسلموا. تابوا أسلموا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قرأت في كتابي تفسير السعدي رحمه الله تعالى أن الآية تخص إن كان مسلما ومفسدا في الأرض مع إسلامه. لكن عفوا، الآية عامة مما ذكره المصنف رحمة الله عليه. عام، نعم، تمام.